باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نواصل في هذه المحاضره مع الفرقه الرابعه في النقد الكتابي، واخذنا يعني قبل كده بعض الافكار النقديه والرد عليها، وبرضو منها موضوع سيمينار يسوع ويسوع الإيمان ويسوع التاريخ وحاجات زي كده ودور العقل في النقد، بالذات نقد الكلام المقدس. هل يقبل العقل ليه حق ان هو ينقد ولا لا؟ خدنا ووضحنا كل هذه الأمور، والنهارده هناخد موضع آخر تعرض للنقد الكتابي، وهو إنجيل مرقس في آخره، آخر 12 آية اللي هو بداية من الآية 9 إلى آية 20 في الإصحاح 16 من إنجيل القديس مرقس، إن بعض النقاد قالوا إن الجزء ده مش موجود في النسخ اللي قبل كده، والبعض الآخر قال إنه كتبهم واحد زي ريستون تلميذ القديس مرقس الرسول. فهل ده صحيح ولا مش صحيح؟ وده هو موضوع المحاضرة بتاعتنا اليوم. نحن نعرض رأيهم ورأي الكنيسة والدارسين المعتمدين في الكنيسة. طبعا مش اي حد يقول ان مفيش الحته دي في الكتاب وخلاص مفيش، حتى لو هي كتب مكتوبه، اي واحد تطلع في دماغه حاجه يكتبها ولا يقولها. بيقولوا في رايهم انهم بيعتمدوا على اثبات كلامهم ان النهايه كانت مفاجاه من القديس مرقس عند آية 8، صح 16 آية 8، النهاية كانت مفاجأة ووردت أو لم ترد على يعني حد قولهم يعني في المجلد السينائي والمجلد الفاتيكاني، يعني لا موجودة في الفاتيكان ولا كمجلد ولا في المجلد السينائي. وبيقولوا كمان ان يوسابيوس تناقلها خطأ عن رواية بابياس، مما جعل ايضا اصابع الاتهام تشير الى كتابة اخر الاعداد اللي هي هذه الاعداد اللي احنا بصدادها. وبيقولوا ان واحد غير ماري مرقس هو الذي كتبها، وبنفس المعنى وحطها يعني. وقالوا ان واحد من السبعين رسول اللي هو ارسطوس او ارسطون او ارسطوس جامعا اياها من انجيلي القديس لوقا والقديس يوحنا، علشان كده يمكن قداسة البابا المتنيح البابا الشنودة الثالث أشار إلى هذا الأمر في كتاب صغير كده اسمه النقد الكتابي، وقال إنه أحد المؤلفين جه عند آية 8 في إنجيل مرقس وقف وحذف الباقي
بحجة أنه ضميره يرتاح للوقوف عند ذلك الحد. ويقول أيضا المؤلف في تفسيره الإنجيل القديس مرقس: أما الآيات 12 الباقية فقد أثبتت أبحاث العلماء برأيهم هم المدققين أنها فقدت من الإنجيل، وقد أعيد كتابتها بواسطة أحد التلاميذ المسمى باريستون، وهذا التلميذ في القرن الأول. وهذه الآيات 12 آية جمعها أرسطو من إنجيل القديس يوحنا وإنجيل القديس لوقا ليكمل بها الأحداث لحد القيامة يعني. ورد عليه قداسة البابا أيامها المفسر أو الشارح للموضوع، وقال هو إيه اللي بيتعب ضمير المؤلف في الآيات دي، لأن ما هذه الآيات إلا أنها بتحكي عن ظهور الرب لمريم المجدلية في مرقس 16:9-11، فما الذي يتعبه في هذا؟ وفي متى 28:1 جاءت ظهور الرب للمجدلية، وفي مرقس 16:1، وفي القديس يوحنا برضو 20. فما الذي يتعب الشارح أو المؤلف في أنه يذكر ماري مرقس مرة أخرى، أن ماري مرقس مرة أخرى يذكر موضوع الصعود أو الظهور مرة أخرى، تلخيص أحداث الظهور؟ ثم إن ظهور الرب لاثنين من التلاميذ في مرقس 16:12-13 اللي هما تلميذي عمواس جت في لوقا 24 بتفصيل كتير، وهما تلميذي عمواس ويقال إنهم لوقا وكليوباس. فإيه اللي يتعب في ده؟ عدم تصديق الرسل أو تشكيك يعني في موضوع القيامة. ده جابوا مرقس الرسول 16:14 أيضا موجود في لوقا 24. فماذا كان يتعب في هذا؟ فهل يتعب ضمير المؤلف قول السيد المسيح للرسل: اذهبوا إلى العالم أجمع وكرسوا بالإنجيل الخليقة كلها، أو قولوا لهم من آمن واعتمد خلص أن هذا كله موجود في متى 28:19: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. وهكذا يا أحبائي، إن نقاد الكتاب المقدس بيرتكزوا على حاجات، لكن الكنيسة ترتكز على مضمون الكتاب وعلى أصالة النص نفسه. لأن إذا وجدت 6000 ترجمة أو مش عارف كم ألف مخطوط من بين هذه السينائية أو المجلد السينائي أو المجلد الفاتيكاني، مش فقط هم اللي مش موجود فيهم دول، هذا لا يعني على الإطلاق أن كل الباقي غلط. وعلشان كده هنلاقي رد آخر يمكن كان اتكلم فيه نيافة الأنبا موسى مرة في أحد مؤتمرات العقيدة، وقال إيه بقى؟ بقول إزاي يعني يحصل إن أجزاء تضيع؟ بيقول يرى بعض العلماء
علماء نادوا بالرأي، لأنه هذه الآيات موجودة في النسخة القديمة الإسكندرانية والسريانية والعربية واللاتينية، فإذا كانت موجودة هذه الأجزاء في كل هذه اللغات، الإسكندرانية يعني الإسكندرانية يعني المصرية، والسريانية يعني اللي هي السورية، والعربية واللاتينية. وقد تنقل القديس أغسطينوس والقديس إمبروسيوس كما استشهد بها القديسون ريناؤوس في القرن الثاني مستندا إلى مرقس 16-19. يعني لما يجي واحد يطلع من القرن الثاني اللي هو القديس ريناؤوس ويستند إلى الآية مرقس 16-19، ده معناه إن كانت موجودة في القرن الثاني الميلادي واستشهد بها هذا القديس في صعود الرب وجلوسه عن يمين الآب. كما شهد هايبوليتوس بتأييدها وهو من علماء القرن الثالث الميلادي، وحتى لو كان كاتب هذه الآيات هو شخص آخر من السبعين تلميذا، فما المشكلة؟ ده رأي نيافة الأنبا موسى. فما دام هذا الكلام متناسقا مع بقية الأناجيل والأعمال اعتمدته الكنيسة منذ القرون الأولى، إن كثيرين كانوا يشتركون في كتابة السفر الواحد كالآثار التاريخية والمزامير، ولا مشكلة في هذا ما دام داخل دائرة الوحي الإلهي والوحي اعتمد وخلاص، وتسلم الكنيسة بالتقليد الرسول تسلمه. وماذا فمن هذا الجزء ما لم يرد في الآثار الأخرى؟ لو لم يرد في الآثار الأخرى، لكن هذا الجزء جه في الآثار الأخرى، هل في تعليم بترفضها الكنيسة؟ هل في حاجة خطأ؟ هل في حاجة ضد الأناجيل الباقية؟ طبعا لا، إن كل ما في هذا الجزء هو عبارة عن ظهور الرب للمجدلية مرة 16-1 ومتى 28-1 وحنا 20، وهو اللي اتكتب في مرقس من 29، يعني جه ضمن هذا الجزء. وظهوره لتلميذي عمواس وده له 24، عدم تصديق الرسل للقيامة في البداية له 24، جه كل ده موجود أصلا. وإرسال التلاميذ للكرازة في العالم ورد في متى 28-19 زي ما قلنا قبل كده، وجلوس عن يمين العظمة وهكذا، في يعني في شوية شواهد، أعمال 7:55 وأعمال 21 وأعمال 2:33 ومتى 22-44 مزمور 110-1 عبرانيين 12-2 رؤيا 5-1، كل هذه الشواهد تؤكد جلوس الابن عن يمين الآب. كرازة التلاميذ والآيات التابعة، وهذا ثابت في سفر الأعمال كله، حيث بقوا في أورشليم ثم اليهودية ثم السامرة ثم إلى أقصى الأرض، وكان الرب يدعو أقوالهم، يدعم أقوالهم بالآيات والمعجزات الكثيرة. في المشكلة في ده يعني، ولماذا نخلط مشكلة بدون داعي؟ إذن هنا يقف النقد، لأن ده يسموه يعني تصيد وليس نقد إيجابي حقيقي، ده تصيد. إن الرب أوصانا أن نحافظ على كلمته المقدسة محذرا إيانا من أن نزيد عليها أو أن نحذف منها حتى لا نضيع أنفسنا ولا نضيع أنفسنا ولا نضع أنفسنا تحت دينونة. إن السيد المسيح
أوحى أو يعني تكلم وتحدث، والروح القدس أوحى إلى التلاميذ، فهم شافوه وهو أمام عيونهم، رأوه قبل القيامة ورأوه بعد القيامة، فأراهم ذاته ببراهين كثيرة، فهم مش محتاجين يعني إنهم يحذفوا حتة يضيفوا حتة، هم شافوا وعبروا عما رأوه، وأوحى بيه بالروح القدس إنهم يكتبوا ما يجب أن يكتبوه. فكل ما كتبوه لا يصح إن احنا نتدخل لننقضه بعقولنا البشرية الضيقة المحدودة مهما وصلت، مهما كان الواحد عالم، أمام عقل الله عقله محدود. وراء علماء الغرب في نقدهم للكتاب المقدس فقدوا الطريق وتركوا كلمة الحق، وصار بعضهم يشكك في المعجزات وبعضهم في الحبل البتولي بالمسيح والولادة، وبعضهم في القيامة، وبعضهم في الصعود. وده أمر خطير ولا يصح أن احنا نخضع لهذا النقد، لأن هذا النقد هيلغي كل حاجة، ولو نصعنا الحاجة هنديهم فرصة لكل حاجة. في رد كان كاتبه أبونا مرقس ناشد في أحد كتاباته يعني اللي كتبها، بيرد على هذا الجزء، بيقول لابد أن نوضح بعض الملاحظات على هذا الاعتراض المتعدد الأوجه قبل الإدلاء بالشهادات والأدلة القاطعة على قانونية وسلامة خاتمة إنجيل مرقس. بيقول بالنسبة للمجلدين السينائي والفاتيكاني، هما من الناحية الزمنية يرجعان إلى القرن الرابع الميلادي، ويرمز عالميا للمخطوط السينائي بحرف يعني إيه، والمجلد الفاتيكاني بحرف بي، المهم يعني حكاية الأحرف دي. لكن يجب ملاحظة أن علم المخطوطات لا يؤكد معلوماته أو مصداقيته إلا بالإجماع العام على باقي المخطوطات والتوافق والاتفاق أيضا مع روح الكتاب المقدس وشهادة الآباء الأولين وقوانين الكنيسة وعقائدها السليم. وده ما توجدش بالنسبة لهذا الادعاء بأن آخر إنجيل مرقس مش موجود، ده هو النسخة الفاتيكانية والنسخة السينائية. وكان كمان من بين الأمور لازم تكونوا عارفين أن كان بيبقى زي ورق البردي طويل ورول زي رول كده، وكانت الأصفار ملحومة ببعضها. فبين إنجيل القديس مرقس في النسخة السينائية ده اللي بتكلم عنهم بس، والنسخة الفاتيكانية في فاصل مش مكتوب بين نهاية مرقس 16-8 وفي فاصل لحد ما نبدأ في إنجيل القديس لوقا. الحتة دي كافية إن على قد ال 12 آية اللي هم ممكن يكونوا إيه، الناسخ وهو بينسخ في هذه الأجزاء وقف عند هذا الحد لأي سبب. مش ممكن واحد يكون مات وهو بينسخ، ومش ممكن واحد يكون تعب وهو بينسخ، أو سلمها لحد وقال له هكملها وكان لسه. لكن احنا لا نعتمد في النسخ على نسخة أو اتنين من بين آلاف النسخ. ثم ان احنا هنا ككنيسة مصرية ما احنا عندنا النسخة الإسكندرانية أو النسخة القبطية وغيره، وفي يعني النسخة السريانية والنسخة الأثيوبية وكذا نسخ، ده غير النسخ العالمية. ففي غياب أي جزء أو مقطع من أي سفر أو إنجيل، أو غياب سفر كاملا من أي مخطوط، لا يقلل إطلاقا
ولا يسيء لصحة السفر أو جزء منه، طالما وجد متكرر هو متكرر في باقي المخطوطات جميعها، والترجمات وأقوال وتفسير وعظات أباء الكنيسة الأول خاصة في القرون الأولى، وهذا ما نسميه بالإجماع العام الذي يؤكد صدق المعلومة. لا ننسى إمكانية تعرض المخطوطات للتلف أو الضياع أحيانا، وده حصل في العهد القديم نتيجة الحرق ونتيجة حاجات كتير، أو حد ما كانش معاه النسخة وبعيد. لكن الكنيسة لها دور في هذا الأمر، وإحنا هنتكلم عليه بعد كده، إن ما تعتمده إن السفر قانون طبيعته، والكنيسة ما تقبله الكنيسة فهو قانوني. طالما قبلته منذ الكنيسة الأولى وفصلوا ما بين المزور وما بين الحقيقة، يبقى ده شيء قانوني. من ناحية يوسابيوس القيصر المؤرخ وتناقله لهذه المعلومات، بلا شك عن باب ياس الذي كتب من نفسه أمور كثيرة غير ذلك، أثبتت البحوث أنها ضد الكتاب المقدس نفسه، ده رأي أبونا يعني هو بيكتب، بل وضد العقيدة أحيانا، ونقل عن يوسابيوس للأسف دون فحص هذا الأمر غريغوريوس القس، ولكننا سنلاحظ وجود وسلامة مصداقية هذا النص من الإنجيل اللي احنا بصدده في أقدم كتابات الآباء الأولين، وخاصة في القرن الثاني الميلادي وما بعده. من ناحية الكتاب الحقيقي لهذا الجزء من الإنجيل، يريد البعض انتسابه لكتب لكاتب غير ماري مرقس، ويقولون أنه أرسطون أو أحد الرسل السبعين، ولكن الحقيقة أن هذه المعلومة لم ترد إلا في مخطوطة أرمنية، مخطوطة واحدة أرمنية ترجع للقرن العاشر مش الأول أو الثاني، ما احنا قلنا بابياس كتب في القرن الثاني وغيره، أو القديس رينيوس استشهد بده في القرن الثاني مش العاشر، يبقى قصدك الثاني ولا العاشر؟ مخطوطة واحدة أرمنية ترجع للقرن العاشر وبالتحديد سنة 989 ميلادية، وأضيفت الملاحظة في وقت لاحق لنسخ المخطوطة أي ما بعد القرن العاشر الميلادي، يعني حتى أضيفت بعد العاشر، فمش كل حاجة هتضاف أو كان فيها سبب ما يبقى هتقبل، لا تقبل. أما قبل ذلك فلا يوجد لا إشارة ولا أي مخطوط أخر أو مخطوطات أخرى، مما يؤكد أنها زيادة وإضافة من الناسخ أو من لناش دعوة بها. البعض يوحدون بين أرسطون وأرسطيونا الذين ذكروا بابياس أسقف هيرابوليس، ونادوا بهذا الرأي اعتمادا على وجود بعض الأفعال أو الكلمات أو الأسلوب الذي كتبت به الخاتمة، وغير متكرر في بقية الأناجيل، وهذا في الحقيقة له سبب أكيد من حيث أن الحدث نفسه أي القيامة والظهورات لم تكن شيئا متكررا حتى تكون عباراته أو كلماته عادية. ومن الأدلة على ذلك سطرها في التناسق والتوافق الإنجيلي لهذه الآيات مع بقية الإنجيل وأيضا باقي الأناجيل. فالجزء الأخير أضيف إليه، ولذلك وضعته ترجمة منقسمة إلى ستون إلى أرسطيون الأصل، وذلك تنهار عقيدة الصعود، ده في رأيهم يعني، ولا سيما إن الأناجيل الأربعة لم تسجل كلمة واحدة عن الصعود المسيح، وده كلام غير حقيقي. الإنجيل القديس لوقا ما هو كاتب، وبعدين الإنجيل القديس يوحنا ما هو كاتب، ده ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء، وقال لهم في حتة تاني برضه في نفس إنجيل يوحنا، من الآن ترون ابن الإنسان صاعدا إلى السماء.
هما لما كان بيكلمهم عن المجيء الثاني وكان بيقول لهم هيجي ازاي، يعني بيقول لهم انا ماضي لعد لكم مكانا ومتى اتي معددت ات واخذكم، صعد وعد المكان علشان ياخد. فطبعا راي الهراطقة او للاسف يعني النقاد هنا راي خاطئ غير حقيقي. ولذلك بيرد هنا برضو بيقول بالنسبة لعقيدة الصعود هي ثابتة بآيات كتيرة من العهد الجديد، وليس كما توهم الكاتب أن الأناجيل لم تسجل كلمة واحدة عن الصعود. فالرب يسوع تحدث عن صعوده قبل حدوثه قائلا فإن رأيتم ابن الإنسان صعدا إلى حيث كان أولا، يوحنا 6:62، صعدا إلى حيث كان أولا. يقول خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب، إني أصعد إلى أبي وأبيكم. ومعلمنا لوقا الإنجيلي يحكي قصة الصعود. في سفر الأعمال بولس الرسول يحدثنا عن الصعود في أفسس أيضا 4:8-9، تيموثاوس الأولى 16:3، معلمنا بطرس كذلك الأولى 3:12، كل الشواهد اللي أنا ذكرتها دي بتلاقوا فيها موضوع الصعود. إذن حقيقة الصعود ثابتة حتى ولو لم يرد الكاتب في هذا الجزء على الصعود. ثم يضيف أيضا قائلا أما السبب فبعض المخطوطات لم يذكر فيها الجزء الأخير من إنجيل معلمنا مرقس اللي هو الجزء اللي النقاد بيقوله ده ما كانش موجود، فربما للاضطهاد العنيف في روما واستشهاد بطرس وبولس الرسولين فيهم واحد يكون قد أوقف مريم مرقس الإنجيل ده، يعني افتراض، ده بيفترض، أبونا بيفترض أنه ممكن أوقف مريم مرقس الإنجيل عن الكتابة إلى هذا الحد المفاجئ. وعندما جاء إلى الإسكندرية كمل هذا الجزء، أكمل هذا الجزء، وبذلك خرجت بعض النسخ من روما لا تشمل هذا الجزء الأخير، بينما النسخ التي خرجت من الإسكندرية تحمل النص كاملا. وفي هذا فإننا نطمئن ونطمن الكاتب بأن هذا الجزء لو حذف تماما من الإنجيل ولم يذكر حتى في أي مكان فإن عقيدة الصعود لن تتغير، ويشهد لها القبر الفارغ الذي يفج منه النور كل عام سبت النور، يعني شاهدا للرب يسوع نور الحياة، وطوبى لمن له النور لأنه في النور يسلب وفي مدينة النور يصل ويسكن في النهار إلى الأبد بعيدا عن الظلمة الخارجية والسرية. ده الآية اللي هو خاتمة إنجيل القديس مرقس، وهديكم معاه آية هي بعيدة شوية يعني في رسالة يوحنا الأولى، بس علشان إيه المحاضرة تسع الآيتين مع بعض، يعني الخاتمة زائد هذه الآية البسيطة يعني من حيث الكم. يعني الآية اللي بينقطها بعض النقاد اللي هي يوحنا الأولى 5:7، فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. كتاب من يطعن في النور هتلاقي فيه حاجة زي كده، حيث يقول المؤلف في رسالة يوحنا الأولى الذي يخص عقيدة التثليث والتوحيد، فقد قالوا إن المسيحيين استخدموا هذه الآية كأساس لعقيدة التثليث وأنها موجودة في كل الترجمات، ولكن لم توجد في ترجمة RSV اللي هي الترجمة المنقسمة بيسموها. والرد على ذلك إن العقيدة المسيحية لا يمكن أن تبنى على عبارة، يعني اللي بيرد على الكلام ده إنهم بيقولوا الآية دي ما جاتش غير في المكان ده، ما فيش حاجة اسمها استخدام كلمة التثليث ودي عبارة ما جاتش. ليه؟
هما نسيوا ان في موجود في متى 28 19 يقول لهم اذهبوا للخليقه او اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. نادي الاب والابن والروح القدس. الرسول بولس وكل مقدمات الرسائل بتاعته يقول شركة الروح القدس ونعمة ابن الوحيد أو شركة الله الآب ونعمة ابن الوحيد وروحه القدوس، يعني محبة الله الآب اللي احنا بنقولها ونعمة الابن الوحيد وشركة ومهمة عطية الروح القدس، ومترتبة بطريقة تانية في كورنثوس الأولى 14-13. فبرضو الثالوث القدوس قائم موجود في تعليم الكتاب وفي تعليم في كل الأصفار. فازاي يعني ما جاتش غير كده؟ لكن نلاحظ ان السيد المسيح تكلم عن الاب والابن والروح القدس بصيغه المفرد بكلمه باسم، عمدوهم باسم وليس باسماء، لأنه كما هو واضح أنه إذا كانت هذه الآية موجودة في الترجمات كلها ومحفوظة في إيمان الكنيسة فإن الأمرين أقرب إلى التصديق، أن تكون موجودا أم لا. أما لماذا لم توجد في ترجمة RSV فذلك لوجود مخطوط، يعني السبب أنها مش موجودة أو بيقولوا أنها مش موجودة إن في مخطوط واحد من 4000 مخطوط، تخيلوا بقى مخطوط في وسط 4000 مخطوط، جاءت في هذه الآية في الهامش، مش ما جاتش خالص، جاءت بس جاءت في الهامش، فاعتبرها المترجم غير موجودة، لكن ذلك لا يعني إنه حذفها. معنى ترجمة RSV هذه الآية موجودة فعلا فقد قام المترجم بترجمتها لكن مكانها على الهامش. ده في الرد. نمرة 2، الآية الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، يوحنا الأولى 5-7 اللي هي الآية بتاعتنا. قالوا إنها لم ترد في ترجمة RSV، اعتمدت على إنها لم توجد أي مخطوطة يونانية قبل القرن 15 وأنها وردت فقط في إحدى الترجمات اللاتينية ووضعت في الترجمة العربية بين قوسين، دلالة على أنها عبارة هامشية ليست من متن النص أو يعني من صلب النص، وبذلك تنهار عقيدة التثليث. ده في رأيه. والرد، لا تبنى المسيحية أي عقيدة دينية على آية واحدة. فعقيدة التثليث واضحة وثابتة في الكتاب المقدس بعهدية ومقبولة بالعقل وبالمنطق، لأنه لابد أن يكون الله مثلث الأقانيم كي يمارس الحب منذ الأزل قبل أن توجد أي خليقة كانت. أما الأمر الغير مقبول أن يكون الله إقنوما واحدا فهذه بدعة سابليوس. أما الترجمة اللي هي RSV اعتمدت على مخطوط واحد من 4000 مخطوط، وهذا المخطوط لم يسقط الآية بل وضعها في الهامش، وهذا ما فعلته هذه الترجمة. إذن البعض ينقض الكتاب بسبب هذه الآية، لكن الآية لها وجود وموجودة في كل المخطوطات وكل الترجمات والمخطوطات التي وفي إجماع عليها في كل الترجمات الحالية والقديمة حتى بين الطوائف نفسهم لا خلاف على هذا الأمر. و أيضا موضوع الكلمة أو اللي هي يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة إيه؟ الله.
شو دي هو بيترجموا الآية ديت وبيقولوا في البدء كان الكلمة وكان الكلمة إله، ويحطوا نقطة علشان يلغوا لاهوت المسيح، لأن هم ما بيؤمنوش بموضوع التجسد ولاهوت المسيح لدرجة أنهم بيقولوا أنه المسيح هو الملك ميخائيل. علشان كده لا، في البدء كان الكلمة وكان الكلمة الله وكان هذا عند الله. ويقصد هنا حتى في الترجمات ان مش مجرد إله يعني كلمة يلقب لقب لله، لكن اللاهوت بيقصد اللاهوت نفسه في الترجمة في عمقها يقصد اللاهوت. يعني لما يقول كان الكلمة الله يعني كان الكلمة لاهوتا، يعني هو اللاهوت الإلهي اللي لا يمكن فصله عن الآب وعن الروح القدس. وعلشان كده هم يقولوا الكلمة إلهان ولهم لا، الكلمة هو الله. وهناك من ما يدلل على هذا الأمر كتير جدا. هندي بعض الحاجات، يعني الخلق مثلا يقولك فقال الله فكانت، قال الله فكانت، قال ده كلام الكلمة فكانت على حسب الكلمة. عشان كده في يوحنا واحد بيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. والبدء هنا مقصود به الأزل، مش بداية الخليقة أبدا، لكن في البدء الأزلي أرشي. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. يقول لك كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيئا مما إيه؟ مما كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. وفي مكان تاني بيقول الذي به عمل العالمين، اللي في عبرانيين آخر صح الأول وبداية الصح الثاني. في البدء يقول لك به عمل العالمين الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحاملا كل الأشياء بكلمة قدرته، زي ما أنتوا عارفين هذه الكلمات. فعبارة في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله والكلمة صار هو الله جسدا وحل بيننا، بيترجمها القديس تيموثاوس في تيموثاوس الأولى صح 3 آية 16 ويقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. الله ظهر في الجسد، واللي ظهر في الجسد ده اللي هو الكلمة، اكموم الكلمة غير المنفصل عن الأب والروح القدس لأنهم الثلاثة في واحد. وهو الكلمة هي بمعنى هنا المعنى اللاهوتي لهذه الكلمة. في حاجات كتير صراحة بتؤكد وتثبت ان اللوغوس هو عقل الله ومش مجرد كلام، يعني مش مجرد كلام الله بالمعنى المنطوق، لكن هو كلمة الله بالمعنى الحي، المعنى اللاهوتي، المعنى الإلهي. يعني هو الله نفسه، مش كده؟ في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، يعني هو الله حسب لاهوته. في آباء الكنيسة برضو ردوا على بعض الأقاويل، لأن هتلاقوا في حوالين هذا الموضوع أقوال لفلاسفة كتير، منهم واحد اسمه جرشوم شوليم ويوناثان ابن أوزيل، أسماء يمكن أول مرة تسمعوها، لكن اقرأوا لهم أو اقرأوا الكلام ده مكتوب في المذكرة، هتلاقوا الآراء موجودة، وبعد كده هنلاقي الرد. وكان الكلمة الله، يستخدم هذا الفعل أي أنه كان عند الآب أو مع الآب بلا بداية، كما يستخدم حرف الجر عند وهذا في اليونانية، يعني عند الحرف المستخدم هنا. يعني أحيانا
أداة التعريف في اللغة اليونانية ممكن تضاف للخبر وممكن تبقى في أول الجملة، لكن مش معناها إنها تقول إن إله، يعني بمعنى حتى لو لم تكتب، لكنها إذا كتبت في بداية الجملة يبقى تمشي على الجملة كلها. وكان الكلمة الله، أي كان الله نفسه هو الكلمة. وقد افترض البعض بناء على ما زعمه أريوس وما ترجمه شديهو لقوله في العبارة والتي ترجموها وكان الكلمة الله، لا أساس أن الكلمة هذا لا تسبقها أداة التعريف أو الكلمة، أو أنه بمعنى ليس من جوهر الله بل أقل منه. طبعا دي كلها ادعاءات رد عليها مجمع نقيا ورد عليها آباء معاصرين. والتركيب الجملة اليونانية في قول وكان الكلمة الله، التعريف يكون لفاعل الجملة وهو هنا الكلمة، فاعل الجملة الكلمة هو الله، وعليها يقع التعريف وليس كلمة الله فقط. يعني كما أن هناك في اليونانية ما يسمى بقاعدة كولويل، وتعريف أن حالة الرفع عندما تأتي خبرا في الجملة يعرف بالتعريف إذا جاء الاسم بعده فعله، أما إذا جاء الاسم بعد فعله، أما إذا جاء قبل فعله فلا يحتاج إلى أداة التعريف. يعني إذا الاسم جه قبل فعله لا يحتاج لأداة التعريف، وده اللي حصل في عبارة في البدء كان الكلمة وكان الكلمة الله. مفيش حاجة اسمها مجرد إله، لأن آيات كثيرة جدا أنا كتبها لكم في المذكرة هتلاقوها بتؤدي المعنى اليهودي لكلمة الله، مش مجرد إله. وأكتفي بهذا الجزء، لكن ترجعوا للمحاضرة مكتوبة مفصلة في حول هذا الأمر. لله المجد الدائم الأبد، آمين.